حيكون في تجربة لمدة شهر ابتداء من اليوم في بوليفارد محمد بن راشد لمركبة مثل ما أنتم شايفينها عبارة عن حافلة صغيرة ذاتية القيادة. الحافلة هذه حتمشي على مسار محدد سابقاً عبارة عن حوالي 700 متر، وهذا أطول مسار الآن يعني يختبر في إمارة دبي. طبعاً هذه التجارب هي أكيد خطوة أولى وخطوة مهمة جداً حقيقة في مسارنا إن شاء الله إلى يعني إدخال هذه المركبات دون سائق في منظومة النقل أو التنقل في إمارة دبي. هذه نوع واحدة من المركبات، لكن في أنواع كثيرة، ممكن تكون مركبات شخصية، ممكن تكون حافلات أكبر.